شيخ محمد، حضرتك كنت تبكي ألما ولا عجزا؟ الأمرين معا، الأمرين معا، لكن ربما البكاء للألم أشد. نعم. فوالله لا خير فينا إلا بتحترق قلوبنا لهذه المشايخ التي تخلع القلوب. أنا لا أتصور أنه يوجد الآن على ظهر الأرض إنسان بغض النظر عن إسلامه أو عدمه يعني يستطيع أن يتابع فقط مشاهدة هذه المشاهد التي تمزق القلوب. يا أخي نحن نتحدث عن الإنسانية، إنسانية الإنسان، يعني عن طهارة آدميته. أنا لا أتكلم الآن، يعني لا نذكر هؤلاء بآية ولا بحديث، وإلا فآيات الوعيد في سفك الدماء وتمزيق الأشلاء تخلع القلوب. لكن هؤلاء لا يسمعون عن الله ولا يعرفون الله عز وجل، ولا يسمعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد دخلت امرأة النار في هرة، في قطة، فكيف بهؤلاء الذين يقطعون الرؤوس كأنهم أرخص عندهم من الحيوانات ومن الدجاج، كأن ذبح هؤلاء صار مشروعا على مرأى مسمع من العالم كله، العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي الهزيل، الهزيل المهزوم. أين مجلس الأمن وأين هيئة الأمم وأين الجامعات العربية؟ كل يوم يمضي وكل ساعة تمر يذبح فيها هؤلاء المساكين بلا ذنب ولا جريرة. وأنا أعجب كيف مات الحس الإنساني في قلوب من يتصدرون المشهد الآن ومن يدرون دفة التوجيه في العالم، كيف ماتت قلوبهم إلى هذا الحد؟ ثم البكاء من العجز أيضا له مرارة شديدة، وأنت ترى أخا من إخوانك أو أما من أمهاتك أو بنتا من بناتك تذبح بهذه الطريقة، وتمتهن كرامته بهذه الصورة، ويصفع بالحذاء في وجهه، ويطلب منه أن يسجد لصورة بشار، ويأبى هذا الرجل الذي يقتل ويصفع ويذبح ويعانى، يأبى أن يسجد إلا بل يبصق على صورة هذا الظالم المجرم. أي إباء هذا؟ بل وأي إسلام وأي عظمة؟ نعم، يعني اصبروا أيها الأفاضل، ومن مات منكم ورب الكعبة أرجو الله عز وجل أن يتقبله عنده في الشهداء. والشهادة ليست عظيمة، ليست الشهادة عظيمة، ليست رخيصة، وإنما الشهادة مكانتها عند الله عز وجل كبيرة. وأسأل الله لا يحرمنا وإياهم أجر الشهادة.